السلام عليكم طلابي الأعزاء. اليوم نحن سيكون عنوان درسنا فلسطين، الموقع والحدود والمساحة. خلال هذا الدرس إن شاء الله سنحاول أن نخرج ونحن مطلعين و استطعنا أن نتعرف على عدة محاور في هذا الدرس، وهي تعريف للموقع الجغرافي، وكذلك موقع فلسطين الجغرافي بالنسبة للعالم، وأيضا موقع فلسطين الجغرافي بالنسبة للوطن العربي، وكذلك نوضح موقع فلسطين الجغرافي في أي قارة بالتحديد، وأيضا سنحاول أن نتعرف على أهمية موقع فلسطين الجغرافي ومفهوم الموقع الاستراتيجي، وكذلك الآثار التي ترتبت على موقع فلسطين الاستراتيجي، وما هي الأهمية التجارية لموقع فلسطين الجغرافي، وآخرا سنتعرف على أسماء الدول والمسطحات المائية التي تحد فلسطين من جهاتها الأربعة. الآن المقصود بالموقع الجغرافي هو المكان بالنسبة لما يجاوره من مظاهر غير طبيعية. إذن الموقع الجغرافي هو المكان بالنسبة لما يجاوره من مظاهر غير طبيعية. طبعا مظاهر غير طبيعية أو مظاهر طبيعية، كذلك المظاهر غير الطبيعية طبعا المقصود بها ما وضعه أو من صنع الإنسان، والمظاهر الطبيعية هي ما كانت موجودة في الطبيعة من الأساس، كالجبال، كالمسطحات المائية، كالأنهار، كل ذلك تمثل مظاهر طبيعية موجودة كانت على سطح الأرض. فلذلك المقصود بالموقع الجغرافي هو المكان، التعرف على المكان بالنسبة لما يجاوره من مظاهر طبيعية أو غير طبيعية، حتى نستطيع من خلال ذلك أن نحدد موقع شيء ما، بغض النظر إن كان دولة، إذا كانت مدينة، إذا كان أي موقع آخر. أما فيما يخص موقع فلسطين الجغرافي، فيمكننا القول إن فلسطين تقع في ملتقى ثلاث قارات، أي هي مكان تلتقي من خلاله ثلاث قارات، أو ثلاث قارات العالم، وهي آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبالتحديد تقع في الجزء الجنوبي الغربي لقارة آسيا والساحل الشرقي للبحر المتوسط. وكذلك تعتبر فلسطين جغرافيا ضمن قارة آسيا. تمام؟ فإذا لاحظنا تطبيقا لتعريف الموقع الجغرافي لفلسطين، ففلسطين في هذا المكان بالتحديد، فهي تقع في ملتقى قارات العالم القديم الذي يطلق عليها قارات العالم القديم، اللي هي آسيا، أفريقيا، أوروبا. فلسطين تقع في هذا المكان بالتحديد، في الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وفي الجهة الجنوبية الغربية لقارة آسيا، والجهة الجنوبية زي ما حكينا الجنوبية الغربية لقارة آسيا والساحل الشرقي للبحر المتوسط. أما موقع فلسطين جغرافيا، لو إحنا لاحظنا موقع فلسطين جغرافيا بالنسبة للوطن العربي، سنلاحظ أن فلسطين أيضا تعتبر ملتقى قارات، أو عفوا ملتقى دول الوطن العربي جميعا، فهي تقع في المنتصف تقريبا في هذا المكان. تمام؟ الآن نذهب إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع فلسطين الجغرافي. هو تمثل في عدة نقاط، أولها إشرافها على المسطحات المائية، زي ما شفنا إشرافها على أهم مسطح ما هو البحر المتوسط، وكذلك موقعها المتوسط الذي يعتبر قلب قارات العالم. والنقطة الثالثة هي التنافس المستعمرين،
أدى موقعها الاستراتيجي كذلك أهميته إلى تنافس المستعمر اللي سيطر عليها مثل عبر التاريخ كذلك، مثل الآشوريين والفراعنة والفرنجة والمغول في العصور القديمة والدولة العثمانية في مطلع القرن السادس عشر ميلادي. ونهاية أيضا الأهمية الاستراتيجية لفلسطين أدت إلى أطماع استعمارية في العصر التاريخي الحديث مثل الأطماع الاستعمارية البريطانية والأطماع الاستعمارية الصهيونية التي ما زالت تحتل فلسطين إلى يومنا هذا. أما الأهمية التجارية لموقع فلسطين الجغرافي فهي تعتبر طريق لمرور القوافل التجارية من مكة المكرمة إلى بلاد الشام، وكذلك كانت مدن فلسطين الساحلية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط كانت موانئ وبوابة والبوابة التجارية لبلاد الشام والعراق حتى عام 1948 عندما احتلت إسرائيل فلسطين واستولت على كل فلسطين ومن ضمنها المدن التجارية أو الساحلية. فلذلك قبل تلك الفترة قبل عام 1948 كانت فلسطين نشطة تجارية وتعتبر البوابة التجارية الأساسية لبلاد الشام أي الأردن ولبنان وسوريا وكذلك العراق. الآن ننتقل إلى نقطة ثانية ونتعرف على الموقع الفلكي لفلسطين. فالمقصود بالموقع الفلكي هو موقع فلسطين بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض التي تمتد فيها، وما ينتج عنه قصائص مناخية وفروقات زمنية، حيث تمتد فلسطين بشكل طولي من الشمال إلى الجنوب وتقع فلكيا بين دائرتي عرض 30 ل 29 درجة و33 إلى 15 درجة شمال خط الاستواء وبين خطي طول 15 إلى 34 و40 إلى 35 شرق خط غرينتش. لو رجعنا قليلا إلى السلايد الأول سنجد ان لنحدد خطوط الطول ودوائر العرض التي فيها فلسطين حتى تتضح لنا الصوره. فهنا الخط الذي ينصف الكره الارضيه في هذا المنتصف في هذه المنطقه يسمى خط الاستواء. والخط الذي ينصف الكره الارضيه بهذا الشكل الذي ينصفها شرقي وغربي يسمى خط غرينتش. والخط الذي ينصف الكره الارضيه شمال وجنوب يسمى خط الاستواء. ففلسطين تقع في الخطوط التي ذكرناها سابقا وبالتحديد في هذه المنطقة كما وضحنا ذلك. أما فيما يخص الدول التي تحد فلسطين من جهاتها الأربعة فيمكننا القول أن فلسطين يحدها من الشمال في هذه المنطقة لبنان بطول حدود حوالي 79 كيلومتر، ومن الشمال الشرقي في المنطقة هاي بالتحديد في المنطقة هاي بالتحديد فيحدها سوريا وبطول حدود حوالي 76 كيلو متر، ومن الشرق تحدها دولة الأردن، ومن الشرق في هذه المنطقة تحدها دولة الأردن بطول حدود 360 كيلو متر، وتعتبر الأردن أطول الحدود البرية مع فلسطين. كذلك تحدها من الغرب، يحدها من الغرب البحر الأبيض المتوسط، هذا بالتحديد يحد من غرب البحر الأبيض المتوسط بطول حدود 224 كيلو متر، ومن الجنوب يحدها خليج العقبة. من الجنوب في المنطقة هاي يحدها خليج العقبة من الجنوب يحدها خليج العقبة وكذلك تحدها من الجنوب الغربي مصر، كذلك تحدها من الجنوب الغربي مصر في هذه المنطقة بالتحديد. تمام، هذا وبذلك ننتهي من عرض الدرس الأول في الموقع والمساحة والحدود لدولة فلسطين. كل التوفيق.